سمومت إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام دون المنظومة مشكلة الكبار هذا الديني مدرسة وذاكي تتاجبانه تعليم وتربيته ودخلور الباك صلى الله عليه وسلم ثم مدرسة جواء جدنهم أصحاب الصحبة كنهم صلاة جادون ذاكي أول تعليمي لهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حضرت سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه حضرت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حضرت سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه زمان مختلف كله ابو لهب كما ابو لهب ولي تجربه عبد الاسلام كبرى خصتي انسانه الاجابه وغور سند انه مخبر نزل الشافعي دي قريشي دي هاشمي دي عربي دي بطيو مو دي اسماعيلي مو دي ابراهيمي مو در طول نسبتنا جت نسيب مو دي خسراني دي ايران دي رب تيانا عمينا 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 ما اغنى عمينا عمينا وما اغنى ودريب مقابلية كي حضرت سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه حضور الباب صلى الله عليه وسلم بلالا،